صباح الخير عليكم ورمضان كريم. كتير بيسألوني عن سبب إن الشد العضلي أثناء التمرين زاد عليهم قوي في فترة الصيام، فإيه السبب وإزاي نقدر إن إحنا نتفادى المشكلة دي؟ طبعاً إحنا كنا قلنا قبل كده إن فترة الصيام بتقل عندنا، الجسم بيبقى خلاص امتص كل السوائل وكل المعادن اللي في الجسم، فوقت التمرين والحاجات دي قليلة الجسم بيحصل عنده كرامبات، لأن الحاجة أو العناصر اللي بتمنع الشد العضلي هي المعادن والسوائل. طيب أنا أتفادى ده إزاي؟ أنا كده كده صايم وبتمرن قبل ما أفطر بساعة ساعة ونص زي ما اتفقنا، فأتفادى ده إزاي إن أنا وقت السحور أو في الفترة كمان اللي أنا فيها فاطر من بعد المغرب أحاول على قد ما أقدر إن أنا أشرب مية مش أي سوائل تانية، مية على قد ما أقدر علشان جسمي يحافظ على الرطوبة اللي فيه، رطوبة الجسم، وكمان يتشبع بشكل كافي بالمغنيسيوم والبوتاسيوم والمعادن اللي موجودة جوه المية. كمان أكل فاكهة، الفاكهة حلوة جدا جدا especially أو خاصة الموز، لأن الموز غني بالعناصر والمعادن اللي موجودة في المية، وكمان بشكل يمكن يكون أعلى كمان من اللي موجود في المية. ففوقت الصيام يكون جسمي متشبع بكمية أزيد من الطبيعي بشوية من المعادن دي، فتمنع وجود الشد العضلي. مستنية أسئلتكم واستفساراتكم ورمضان كريم، صباحكم فل.